نعم روحين صح. رمضانكم رمضان كريم، رمضان كريم من عند احمد البدية. لا قوه الا بالله، عقبال عام جاي ان شاء الله. وربي يحفظك احمد، وربي يطول في عمرك. هاي مريق لمبادي تحكوت كبير ان شاء الله يا اخوي. صح هاي خلاص من بعد روحوني. خلاص مريق لاش في رمضان ما نحضرش للسوق والو. عندك حق، المشاكل ياسر ولا الحرام ياسر، واحد يتغمز على واحد وساعات نداوس يظلموني. معليش لعل يتحموا فيا، قلت يضربوني كمان ضربوني يقتلوني، واش تعرف وقت صغير رانا فيه. ما يضربوك سبده ليش؟ لا لا ما يضربوك شا ما دام كاين الرجال اشكون يقيسك. والله ما يقيسك والو، سيرتو كانت انا هنا والله ما يتوفيك واحد. ان شاء الله ان شاء الله. غير شيخ غير شراكم لطيف لاباس قرب. مانيش مالك انت مسافر ابنه؟ معليش مهم في الخير في الخير في الخير، كنا نخدموا على ارواحنا جبنا فيها شويه هكا صويردات وجينا اخويا وانا هاد الايامات هنا وبالك ثاني دوك نعاودوا نرجعوا ومن بعد نجوا ثاني ايامات ومن بعد نرجعوا ومن بعد نجوا وصلات النبي نعيدوا ان شاء الله. ربي يعينك هذاك هو ويفرج الله صح؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هي هذا بارك الله فيك الشيخ.